ببينتنا اليوم معي مقدمة البرامج ساندرا منصور، مقدمة مش حيالله برنامج، مقدمة برنامج أنا امرأة يلي عم ينعرض حاليا الأربع الساعة 10 إلا ربع على شاشات الام تي في. صباح الخير ساندرا. أهلا وسهلا فيك بالام تي في وبألايف. ميرسي ساندرا. أنت حائزة على شهادة ماركتينج من ليفربول، ومعك كمان شهادة بالسبور بالفيتنس ترينينج من إيسا. قد ايه الماركتينج والسبور فادوك بعالم الاعلام؟ هلا هن شوي بعاد عن عالم الاعلام بس كثير قراب من ام وومن. صحيح، يعني كلهم عم توظفيهم ب ام وومن. صح، يعني اللي شفته انا واللي عملته خاصه بالفتنس، يعني هو من اساس اشياء بحياه المراه انه تعمل سبور وتكون مهتمه بصحتها وتكون educated وتكون بكل المجالات بارعة. مكملة معها. عملت برنامج سابق اسمه للرجال، ليه هالتفرقة رجال وامرأة؟ شو قصة للرجال؟ كنت منتظرة هالسؤال بتعرفي رانيا. قصة للرجال، ليكي أنا وقتها قررت أطلع بكونسبت لبروجرام، قلت أنا إنه لما بدك تعملي تارجت معين، يعني بتتوجهي لحدا معين، بتتوجهي له أحسن، يعني غير ما تتوجهي لكل العالم. بيكون هدفك واضح، بيكون هدفك وبالنسبة لهم واضح كمان. صح، وصايبه مين بدي، يعني صايبه اسلوب حياه حدا معين، يعني اسلوب حياه الرجال مش مثل اسلوب حياه المراه. صح صحيح، ولكن دائما عندك شيء مثل اجتماعي اذا فينا نقول يلي هو الرجال والنساء، شو الفرق بيناتهم؟ شو كان الكونسبت تبع للرجال؟ هلا الرجال كلنا بنعرف انه اهم شيء عندهم كان وبالحياه من اهم الاشياء اذا بدك حتى ما اقول اهم شيء غير المراه، هن النساء. غير المراه اكيد، بس اللي بحبوا كثير هن التويز، يعني بحبوا السيارات، الطيارات، الاكستريم سبورتس وهي الاشياء. يعني بدك تفوتي باسلوب حياه الرجل، بدك تكوني عن جد قدها. يعني بدك تفوتي. قولك ليه صادرة بعد ما كبروا؟ مزبوط. ليك بكل رجال في طفل وبكل مراه في طفل، في ان شاء الله دائما يكون اصلا. صح، وهدول الاشياء يعني بيقولوا هيك بيخلوا الحياه احلى، وبتحسي الاكتيفيتيز اللي بيعملوها، الاشياء اللي بتهمهم كثير حلوه، وحتى كمان اذا بتشوفيهم بالبزنس بتشوفيهم كمان ناجحين كثير، بتشوفيهم وقتها بدهم يلعبوا عن جد ويشتروا سياراتهم الحلوه وهيك كمان بيروحوا اول ذا واي وبيحبوا هالشيء. وبما انه انت كمان السبور من اختصاصاتك طبيعي. فاكيد قدرت. بس كمان وقت حكينا على سبور للرجال حكينا عن قصص ثانيه، انه كيف بتحب، بتعرفي انه بحبوا العضلات وكيف ينفخوا، بس وقت عم نحكي للمراه عم نحكي كيف شكل جسمها بده يتحسن. نعم، كيف طلع معك هون الفرق بين انه تتوجه للرجل تتوجه للمرأة؟ لا أكيد. لكن كيف طلع معك أنا امرأة؟ أنا لأنه الفكرة لألي كمان. الفكرة لألي، فكرتي إعدادي وتقديمي. من بعد الرجال جيت على لبنان، قطعت، قلت أنا شاشة الام تي في شاشة مميزة وحلوة وريفلكت اللايف ستايل اللي أنا بحب إني فرجي. مودرن. فمزبوط مودرن، هيك الصورة الحلوة، الترندينس، الكلاسينس. بقى قلت أنا ام تي في ان شاء الله تتبنى فكرتي. Is my target. نعم. عرضت الفكره على مستر ميشيل مور وحبها وبلشنا نشتغلها. واكيد بدنا نوجه تحيه للمنتجه يلي بتركض كل الوقت، يلي هي منتجه الايف ومنتجه انا امراه وسبيسياليست تشتغل مع ناس يعني صعب يطلعوا على الشاشه، بيكونوا طالعين على الشاشه لاول مره. صح. ضيوفة. صح. بدنا نوجه تحيه كثير كبيره لزويا ورد عيسى الخوري، وانا بوجه لها تحيه كمان كثير كبيره، مش بس لها. خليني بلش احكي لك عن التيم. هلا يلا منبلش نحكي عن التيم، لانه اكيد التيم له دور كبير وهو الدور الاكبر بنجاح البرنامج. يعني انا بقول لك فكره ومضمون بلا تيم، فريق عمل متكامل بخصوص الاخراج. الاخراج ساندرا. اكيد رح نوصل الاولى. شربل عم تسمعنا؟ اسمع منيح. سامع يا شربل من هون؟ سامع شربل يوسف اكيد يلي هو كمان مخرج الايف ومخرج انا امراه ويلي عم يعمل شرب الجمالك على سكرين. هيدي هون التصوير كنا بدبي، تيم كله ما بخبرك، يعني
اول شيء هالاموج يعني يسون تري اوموجين كلهم سوا متكاملين سوا يعني شربل بالتالنت بالكرياتيفيتي تبعه ميراي اللي بتهتم بكل شيء خاصه بالالوان والارت دايركشن كانت بيرفكت. زويا اكيد اللي خبرتي قديه. زويا زويا طلعناكي على الشاشه شفتي كيف عم شوف زويا هون كيف عم اقول لك اجواءنا حلوه لما بتكوني انت عم تشتغلي بتيم مبسوطه معه وحسيتيه كثير يعني فعال بذات الوقت مهضوم له قيمته ايه بقى بيطلع عندك عمل متكامل يعني أكيد. مش بس رح نحكي عن مش عم نعرف من وين بدنا نبلش صراحه اليوم بما انه فتحنا حديث الاخراج في سيجمنت يعني فقره بانا امراه انا شخصيا والعالم جننتهم لانه بينت فعلا انه كانه شغل منه لبناني يعني اذا فينا نقول هوليوودي وهي فقره عمليات التجميل ساندرا صح وخصوصي باول حلقه صح. يعني كان شيء كثير فظيع ما بعرف اذا شرب اللي بيقدر يفرق فرجينا شي شقفة منه لما بفوتوا على الاوبريشن روم وبيصوروا كل العملية يعني شيء اول شيء شوي قاسي للمشاهد ولكن شيء عطى كثير قوة للبرنامج هيني هالقد انه تفوتوا على اوضة العمليات ساندرا لك انا حبيت بانا امرأة وكلنا ارتقينا انه بدنا نفوت على حياة الشخص اللي عم نغير له حياته عم نعملها هلا كله ناس بيصيروا يقولوا انه بلاستيك سيرجري ما بدها هالقد يعني ايه. فتنا عن جد على قلب العمليات صح. واكيد تحيه كمان للكاميرامان والمخرج بشكل خاص يلي شفنا ادق التفاصيل تبع العمليه يعني الدم والجلد والقص وكل شيء نحن هدفنا نكون ريل نعم. حقيقيه يعني تخبري عن جد شو عاينت شو يعني للي بدها تشوف وتعمل اذا بدك عمليه تعرف شو ناطرها وتعرف شو كمان السايكولوجي وراء يعني هي منا هينة يعني تتاخدي قرار انك تسلمي نفسك كلك سوا كاملة كاملة كمان وتوثقي فيهم وتعملي كل هيدا الشيء وعلى الشاشة هيدي لحالها يعني عن جد بتحسسك قد ايه الموضوع مهم كيف قدرتوا تفوتوا على اوضه العمليات هلا نحن كثير باورفل بقى مومن ما في شك ابدا ولكن القصص الستريل يعني التنظيف وهيك كان فيها مشكل هلا كلنا اذا بتشوفي التيم والكاميرامانية كلنا كنا موجودين جوا ولابسين مثل ما كانه حيلا حدا بالاوبريشن روم نعم. وكنا من كم شخص فات يعني عن جد هيدا الموضوع انا عم بسال عن المشاهدين لانه كثير انسالوا أكيد. وعن هال هلا انا بخبرك شغله خبريه صغيره انه شربل ما استرجع يفوت يعني طلع الفضل له وهو كان من الشباك كان من الشباك عم يطلع بس اكيد في ناس ما بيتحملوا بس بقيه التيم كلنا كنا جوا وكنا تقريبا شي 10 15 شخص بالاوبريشن مش قليل للاطباء كمان ليقدروا يركزوا كل الوقت ولكن أكيد. النتيجه طلعت هلا هن قادرين الاطباء وما عندهم اي مشكله وبس كنا كلنا نحن عبالنا نشوف يعني كيف عم بتصير الاجراءات وهيك نعم ساندرا كيف مقسمين فقرات البرنامج فقرات البرنامج هلا انا حبيت بأما وومن انه يكون منوع يعني ما اردي ذوق واحد كل فقره لازم ترضي حدا يعني هذا كان هدفي نعم بلشين بفاشن نحن عم نلبس كل مره امراه مثل هير فيفورت ستار يعني بتقول انا بحب كالي اوسبورن بحب فيكتوريا باكام بحب ستايل كيم كارديشن نحن مع فريق اخصائيه منهم ميراي رفيع كمان منهم هير ستايلست نادين وكذا حدا بناخذها وبنعمل لها هالبروسيس كله لتوصل لتصير تعملوا لها ريل لوكينج ستار نعم مش حيلا ريلوكينج لانه نحن عم ناخد سبيسيفيك ستايل يعني نحن عم نجيب ستايل زيته تبع المشاهير نعم خلينا نشوف سوا السبوت تبع البرنامج وبنرجع منفوت بتفاصيل الحلقه يلا اوكي رحلة بعالم الجمال نحن رح ناخدك معنا لعالم كله اناقة انوثة حب ومغامرة ناتاليا بدها كاري اوزبندو كريزي ستايل كزدورة على زوايا وتفاصيل أكيد بتهمك هدفها إنه ترجع كلاس أي موديل بيوتيفول ريزلتس كلاس نكسر الدهن بدون ما نجرح الجسم تبادل خبرات الموسيقى هي اتس ماي باشن اللي عندهم بنانا شيب هي شهيتهم أصلا كبيرة هدول الإكزرسات كتير مهمين للخواصر للنحر والفات وأكيد عالم رجال وإنت وعم تفلي ما تبرمي صوبه أنا امرأة مع ساندرا منصور الأربعة 10 إلا ربع المساء على MTV
هلا انت وفيلي ما تبرمي صوبه، ما راح ابرم صوبه، وبنصح كل مره حدا بيعذبها هي وعم بتفل ما تبرم صوبه. ساندرا لقينا فقرات البرنامج بالتفصيل اذا بتريدي. تكرم عيني. حكينا شوي عن الفاشن، نرجع ميرور اللي حكينا قبل شوي عنها، انه بناخذ كل مره كيس. هلا مش على طول كله بلاستيك سيرجري للاخر، في اوقات مشاكل صغيره بتنحل، بس عم نوجه الحال بطريقه يعني ما تكون دراستيك، يعني ما تكون على الاخر عمليه او شيء، يعني اذا في حلول بتنحل بطريقه تكنولوجي جديده وهينه وسريعه كمان عم نفرجيها، يعني عم تجربوا بالاسهل، ولكن اذا اضطريتوا توصلوا للعمليه مزبوط. عم تقدروا تعملوها. مزبوط نعم. بنرجع بعدين ننتقل ل ambitious minded women. يعني انا حبيت انه يكون شو يحكي عن المراه بكل حالاتها، يعني المراه مش بس الشكل. جمال مراه مضمون ومضمون كثير قوي. هلا جمال هو باكج، بس باكج لهالمضمون. بهيدي الفقره ام هوستينج نساء علموا بمجالات كثيره، ان كان بالشعر بالكتيبه بالسوشيال، ان كان علمت بمجال معين حتى بالرسم بكل شيء، وهن رح يكونوا شوي مشهورين. هن ليك انا ما كان هدفي انه يكونوا مشهورين قد ما هدفي يكونوا معلمين. يعني حدا اثر بحدا، اثر بالمجتمع، اثر شيء محل معين. نعم. ما هدفي انه اجيب حدا انه اوكي لانها مشهوره انا ام هوستينج هير، لا. يعني نحن نعم، يعني نحن عم نجرب نعمل انه المراه شكل ومضمون وفيها كمان توصل للشهره وانه تكون معروفه 100%. نعم. ومش بس هيك، انه كمان الجمال اساسي. قد ما نقول انه يي انتم كثير عم تحكوا انه شالو، انتم عم بتكونوا كثير عم تهتموا بالمظهر، لا، هو المظهر هو اكستنشن لكاركتر المرأة. يعني ما فيك يكون عندي كاركتر بجنن وتكوني راسك كثير كبير وما تهتمي بحالك، لانه انت باسبورك، جمالك باسبورك. طبعا يعني بيكملوا بعضهم. صح. واول شيء الشخص بيشوفه يلي قدامك هو الشكل، لحتى بعدين ينتقل على المضمون. يعني عم نغير نحن البروفيرب، المثل الفرنساوي اللي بيقول سوابل اتتوا، اللي نحن بنكرهه كثير اصلا. مزبوط. بدنا نشيله من خلص منغيره. في انا مقوله كثير بحبها لسقراط بيقول the genius of a woman is in her heart. اكيد يعني الهارت هو اللي بيوزع كل شيء 100%. ساندرا بعد في فقره سبور، يمكن في كثير فقرات. طولي بالك، تفضلي. مستعجله شيء؟ ابدا، عنا كل قبل الظهر. هلا بننتقل لفقره الفتنس اللي هي ديفاين مي فتنس اند نوتريشن. شو عم بعمل؟ انا مش عم اقول روحي اعملي سبار ودايت لحتى تموتي وبطل فيكي وهيدا، انا عم اقول بشكل جسمك فيك تصححيه، لانه بتعرفي الفتنس يعني مش بالضروره يكون بس انه انا عم بضعف، لا، اوقات نحن بنعرض الكتاف ليصير في تناسق بالجسم، اوقات بدنا نصغر الخصر، في سبيسيفيك اكسرسايزز واكل معين بخلي جسمك يصير بيرفكت. ساندرا انا بدي اعمل شوي محامي الشيطان، فضل. لانه انت هون عم تعملي هيدا انا. بقى رح كون شوي محامي الشيطان. Yeah. يمكن في عالم انتقدوا انه ليه انت يلي عم تعمل الفتنس سيجمنت. أيه. بقى اليوم بفتكر جاوبناهم على سؤالهم انه انت عندك شهاده بالبيرسونال تريننج. بقى انت ابدا الناس انه تعملي هالفقره. مزبوط. انا كان بدي اوصل اللي بعرفه، اكيد بنقول ميرسي لسيفاغ ولكل الناس اللي كانوا، جورج اللي كانوا هن كمان بقلب الفقره وعم بفسروا، بس كان انا هدفي انه اوصل انا اللي بعرفه كمان وفرجيهم انا كيف بقدر اعمل سبار، حتى لو انه انا جسمي منيح وهيدا، بس بدي اوصل للمراه انه شو ما كان شكل جسمك وكيف ما كنت لازم بدك تعمل سبار. نعم. هلا بنرجع بننتقل للفقره اللي هي انا ماي فيفورت واللي بحبها كثير، اسمها مان ستريبت. ضحكة اسمع عجبك قصة انت. قصة هلا تفضل. مان ستريبت. نعم. هيدي اللي فيها حكي واخذوا عطا كثير عليها. والاحلى هي نحن لما منجردوا للرجال، منجردوا حتى ما نقول شيء ثاني اكيد. عم هيدي الفقرة هي اول شيء بدي اقول وبدي افسر للكل انه هيدي بيست على سايكولوجي، يعني انا مش عم بيجي انا بكتب من عندي شو عبالي، هيدي حسب دراسات، حسب دراسات فرويد، حسب دراسات بول أكمان، حسب دراسات كثيره من العلماء، ريدنج بيبل، بودي لانجويج، ان ال بيز. يعني انا مش عم بجي اقول انه اذا شربت قهوه هيك بتكون انت وخلص، يعني عم تصل بيه للرجال. البودي لانجويج على كل معروف، يعني مزبوط. هي مثل صار عالمي. انا حبيت حتى بطريقه حلوه، بطريقه قريبه، يعني اللي ما بقله جلادي يروح يقرا كتب كلها، انا قريتها عنه
وانا عم خبركم وانا عم خبركم الخبريه بطريقه حلوه واسهل. وهلا اوقات شوي انا بكون ساركاستيك وشوي هيك بقرب ضد الرجال شوي. مش ضد الرجال، ضد الرجال اللي بيتصرف غلط اكيد. نعم. يعني انا لما بقول لها انه بتعرفي كيف بكذب من طريقه، بتعرفي انه هلا بهالسنه عم بكذب عليك. نعم. من يعني هرمونات بتجي على الاطراف، بيعمل حركه معينه. طب انا اوكي انه بدي يكون مع الرجال بكذب؟ اكيد لا. يعني عم بتقولي عم تكوني شوي مدافعة عن حقوق المرأة بهالبرنامج. أكيد. ساندرا اكيد اكيد اكيد. نعم. واوقات مثلا بخبرها، هلا المحبس عملت قصة كتير كبيرة كمان انه الرجال بس يلعب المحبس، شو يعني اشياء منيحة مش عطول اشياء. ما بيحط المحبس بالمرة ان شاء الله ما يكون حدا. شو جهاد؟ ان شاء الله ما يكون حدا ببيتك وجوزك يمكن ما غيره. ما رح اسكت، ما رح احكي، ما تعلق على الموضوع. ساندرا خليك ترجع على البيت. قال اكيد. ساندرا في سفر كثير بالبرنامج، كيف عم تقدروا تسافروا؟ قد ايه في سفر؟ قد ايه عم تتعلموا من هالسفرات؟ هلا السفر حلو. وليه عم بتسافروا اساسا؟ هيدي الفكره كمان، انه بما انه المراه كمان بتحب اللاجر، بتحب انه تنبسط وتظهر، عم اعطيها افكار، يعني عم بعطيها افكار وين فيها تروح، شو فيها تعمل، كيف فيها تتثقف، كيف فيها تعمل اشياء بتهمها وتعمل اشياء. حتى هلا واصلين كمان بالحلقات القادمه نعمل شيء اكستريم، مثل طلعات اي تي في، مثل اسلحه، اكستريم سبورتس مثل باراباونت، كثير اشياء حلوه. وسفر اكيد، لانه بالسفر في كلتشر، بالاكتيفيتيز في غذاء للروح، في كثير اشياء هيك بتخليك تحسي حالك الايف. هون بباريس عم نشوفك، صورتوا بباريس. وين صورتوا؟ خبريات عن باريس والتيم. نحن بباريس كان عندنا وقت كتير قليل وعم نصور كتير اشياء، فصرنا والتقس انا اخذ ووردروب كله صيفي على اساس انه مبسوطه صيفيه. ومثل العاده باريس جليد، طلعت جليد. وشو بدك نحمل هالووردروب بنص الطريق والدنيا عم بتشتي، واطلع غير بالكافيات وانزل وجلدي يعني. وشوفي التيم، يا حرام تشوفي شربل والتيم وميراي وكلهم، وزويا عن جد عن جد يعطيها العافيه. زويا يعطيها العافيه بكل شيء، ملحقه على كل شيء زويا. مزبوط. على السفر، على برنامجين، على ثلاث اولاد بياخذوا العقل. صح. من تحيه زويا، بنشوفها زويا وشربل، يعطيكم الف عافيه. صح. وكمان بدي اقول شغله هلا، انه كمان لرولا رزق كمان كثير عم تتعب معنا، تحط لنا سكادجول. جولي راح معنا كمان على سفره فرنسا، وكمان لشخصين كثير مهمين بدها تقبرنا زويا على فكره. مشترك صوره شربل، مش عم بمرقها دخيلك شربل خلص. بس هيدي وقتها كنا بفرنسا، عم قلي كثير تعذبنا على الطريق وكثير تعذبوا معي، واحلى شيء انه هن كان فيهم ينقوا بس انا لازم اطلع مبسوطه. كنت عم بطلع مع بسمه كثير كبيره وانا متلجه ومسقعه، بس كله لنعمل اكيد شو حلو وننبسط بالنتيجه. وجربتوا كمان اكيد تشوفوا النساء بغير بلدان، يعني كيف ثقافتهم، كيف بيظبطوا حالهم، يعني مش كل نساء العالم بيظبطوا حالهم بذات الطريقه اكيد 100%. بس هلا بهيدي الفقره ما كثير ركزنا على قصه الجمال قد ما ركزنا على قصه المحل اللي رايحين عليه. يعني اذا رحنا على فيرساي كنا عم نخبر شو في بقلبها، اذا رحنا على لوفر كنا عم نخبر شو في. اكثر سياحه مترو مثلا، انا ما كنت رايحه ولا مره بمترو، حبيت اعمل اكسبيرينس. سو كل هدول كنا عم نخبر ايدياز انه شو بيصير. حتى رحنا بكره بالصحراء بتشوفي يعني كل محل. شو البلدان اللي زرتوها ساندرا؟ رحنا على دبي ورحنا باريس وصورنا بلبنان سوفار، واكيد بالمستقبل بعدنا عم صور، نحن ما خلصنا تصوير. هل معكم بالكرو ناس اجانب عم يشتغلوا معكم؟ وقت رحنا على فرنسا كان عندنا دي او بي اجنبي. اجنبي نعم. بس عدا عن هيك التيم هو ذاته، يعني عم بيكون وسيم نهره كمان دي او بي، انا بوجه له تحيه كمان كثير بيرفكت، وشخصين كثير مهمين بالشو اللي هن كانوا عم بيوصلوا، عم نحكي عن القصه وحبكه القصه، اللي هن الاديتورز اللي معنا عن جد كثير شاطرين، يعني عم بحسسونا كل اللي عملناه نحن عم بيوصلوا لنا اياه بطريقه حلوه، اللي هو الي سمعان تشيف ستوري اديتور ووسام منصور. نعم. فهول الاثنين كمان بحب اوجه لهم تحيه عم يتعبوا معنا. ساندرا، الانتاج هيدا البرنامج هو انتاج عالي شوي، كيف صار هالشيء؟ يعني كيف قدرتوا تامنوا هالانتاج الضخم؟ انا بعرف انه قدك الك فضل كبير كمان بهالموضوع، دارسه ماركتينج. شو بدنا نعمل؟ هو احلى شيء بالموضوع انك تبيعي فكره. نعم. واصعب شيء يعني انك تبيعي فكره وتبيعي شغله مش موجوده، هيدي من اكثر تشالنجز اللي بلاقيها انا.
بس ما انه واحد بيقدر يستعمل. يعني بفهم من كلامك انه بعت الفكره قبل ما تعملوا حتى الحلقه البيلوت يلي بتعرضيها على صح انتاج اجمالا. صح صح نعم. ووثقوا فيي السبونسرز ووثقوا بالفكره واكيد الام تي في شاشه كثير مهمه، سو قدرت بهالطريقه جمع سبونسر يعني مرتب له. وانا ما كانت يعني كان بدي انه ينحط كله هيدا الشيء ليبين قيمه الشو، تيبين قديه سخين عليه لحتى يعطي قيمه، لانه بتعرفي دغري ببين، دغري ببين، نحن مستعملين 5 دي كاميراز، اتش دي كواليتي، صوره مثل ما شايفه يعني هيك بتحسي انه عن جد رحتي على عالم ثاني. نعم. سو هذا كان اساسي. ساندرا، هل تعدد السبونسرز شغله بتفيد او شغله بتضر البرنامج؟ يعني نحن عم نشوف انه في سبونسرز منيح بالبرنامج، واوقات بيتغيروا يمكن من حلقه لحلقه. صح. ومن فقره لفقره. صح. هل اول شيء كيف عم بتجمعي كل هالسبونسرز صادرة، وخصوصا انه بلشوا معك قبل ما ينعرض البرنامج، يعني كان في ثقه كبيره من قبلهم، وهل هالشيء يعني تعدد السبونسرز قلنا بفيدك بفيد السبونسرز؟ خبرينا شوي عن هالموضوع. ليك ايه، انا ما انه فكره احتكار هلا ما بعرف فيها شيء منيح وشيء عاطل. يعني اذا شخص واحد قال انا بدي كل الحلقات، اوكي شيء شغله منيحه للبزنس، اكيد شغله منيحه انه واحد يجيب سبونسرز، بس بذات الوقت الفرايتي بتفقديها. يعني انا بهمني اشوف دكتور اكس ودكتور واي ودكتور زي، بهمني اشوف حدا عم بمشطني بهالطريقه، حدا تاني بغير طريقه، تنوع. فبس انا اللي جربت اعمله انه بافكاري خلي روح، يعني خلي الكونسبت، لما بده يجي سبونسر بفوت بقلب الكونسبت، بفوت برودكت انتجريشن، ماش انا بروح لعنده هو بيجي لعندي، يعني هو بفوت ببروجرامي مش انا بروح على فكرته. فبهالطريقه بنخلي شوي روح البروجرام موجود والكونسبت متماكن. هل من بعد ما انعرض البرنامج زادوا السبونسر؟ زادوا تاني نهار. صراحه ايه، يعني زادوا كثير. صار معروض حلقتين ساندرا. صح. هيدا الأسبوع بتنعرض الحلقة الثالثة. كم حلقة البرنامج كله؟ 16 حلقة. 16 حلقة، فينا نقول سيزن 1؟ إن شاء الله سيزن 2. إيه هلا بلشنا نحكي سيزن 2. نعم نعم. ساندرا كم يعني بتعرف العالم بحبوا يسألوا هيك أسئلة، مين صدفت مشاهير نساء شهيرات؟ كان عنا مثل ما شفتوا بأول حلقة سهام تويني اللي أنا بحبها كتير، يعني كل النساء اللي عم تعرف عليهم ماشي بتحسي أنه عن جد بدي تكوني صديقتهم قد ما بيجننوا وإنسبايرينج وحلوين وبكل شيء. يعني حسيت انه مش بس جابوا غنى للبرنامج، جابوا لك غنى لك كمان شخصيا. من اي ناحيه؟ ليك مثل نيما ابو وجدي كانت كمان بحلقه الثانيه، يعني مش بعد احكي معها اوف ذا كاميرا، قعدت انا وياها نحكي نحكي نحكي، وقد ما تحكي قد ما تنبسطي بحديثها. كان عندنا سعاد الشمري كمان، رح محاميه، اول محاميه فاتت على الكورت دافعت عن بنتها وعن حقوق المراه. عندنا جيسيكا ثورب استراليه بتعمل بينتينجز وبتبيعهم لرويالتي. كل امرأة جابت هيك نفحة حلوة، دانا دابوس فيولونيست كمان تالنتد، كل حدا هيك جاب، ريما الفقيه اللي هي مسيو اس اي كمان هيك بعفويتها وطيبتها. مين عندك بحلقة الأسبوع القادم؟ هلا دانا دابوس. نعم. هلا ساندرا ما في شك إنه البرنامج من أول حلقة عمل بومينج، طب لمين هالفضل ساندرا؟ هيدي عم أقول لك مثل ما قلت لك، الفضل لكل شيء، كل شيء متكامل، في فكره اعداد وتقديم موجود هون، في تيم كثير، يعني ام تي في اعطتني احسن تيم عن جد، يعني ما بقول لك يعني بكل شيء، بكل شيء من كل الميلات. وعندك شاشه بتجنن، يعني عندك ثلاث اشياء من اهم اشياء اجتمعوا سوا. نعم. وهالفضل لهالثلاث اشياء التيم، يعني عم نحكي شربل، زويا، ميراي، الانتاج، الاخراج، انتاج اخراج، كل شيء، الكاميرات، كل العالم. ساندرا نحن بدنا نتمنى لك كل التوفيق، واكيد انت هيدا البرنامج اثر فيك يمكن من اكثر كل البرامج يلي عملتيها. صح. ليه؟ هلا اثر فيها لا بتعرفي، وقت واحد عنده هيز بيبي يعني بتحسي انه انا عبالي العالم يحبوه، عبالي انه يقدروه، عبالي يعرفوا شو انا بفكر، عبالي بحط اشياء اوريجينال، اكيد الكرياتيفيتي وهذا انه تتقدر. واكيد يعني حسيتي انه انت كشخصيه متكامله قدرت تحطي اكثر شيء منك بهيدا البرنامج؟ كله انا،
هالبروجرام كله انا، لانه انا بحب هيك عيش، يعني اللايف ستايل تبعي بحب يكون من كل الميلات، بحب اكون ذكيه حلوه، بفهم بقرا، بتعرف على ناس بالمجتمع، سافر، هذا اللي انا بحبه حطيته بشو هوبفلي انه النساء يحبوه كمان. اكيد، لانه كمان المراه عم تتطور كثير، يعني ما بقى حدا يعتمد بس على جمال وساندرا. صح. واكيد هذا البرنامج مثل ما شفنا بلش ياثر بكل، بياثر بكل العالم، مش بس النساء والرجال كمان. هلا انا بقول لك عم بسمع شوي انه الرجال عم يحضروا فقره من الفقرات وعم يعملوا مشاكل مع النساء من ورائي. انا بقول عم يحضروا كل الفقرات لانه بحبوا يشوفوا النساء شو بيعملوا، عم يتعلموا اكثر منا بكثير. ساندرا جود لك، وان شاء الله موفقه بكل شيء. نحن كثير انبسطنا فيك اليوم وناطرين حلقاتكم المقبله. ثانك يو مشاهدينا، نحن خلصت حلقتنا لليوم، منشوفكن بكرة على 8:30 وأنا بلاقيكن نهار الأربعاء. Have a nice day. رحلة بعالم الجمال، نحن رح ناخدك معنا لعالم كله أناقة أنوثة حب ومغامرة. ناتاليا بدها كاري أوزبندو كريزي ستايل، وكزدورة عزوية وتفاصيل أكيد بتهمك، هدفها أنه ترجع كلاس أي موديل. Be beautiful results guys. نكسر الدهن بدون ما نجرح الجسم. تبادل خبرات، الموسيقى هي اتس ماي باشن. اللي عندهم بنانا شيب هي شهيتهم اصلا كبيره. هدول الاكزرسات كثير مهمين للخواصر، للنحره والفات. واكيد عالم رجال، وانت وعم تفلي ما تبرمي ثوبه. انا امراه مع ساندرا منصور، الاربعاء 10 الا ربع المساء على ام تي في.